السلام عليكم، دي المحاضرة الرابعة في السوفت وير كواليتي اشورنس، ودي اخر محاضرة داخلة معانا في الميد تيرم ان شاء الله. طيب هنكمل كلامنا في المحاضرة دي عن التستنج، وهنتكلم في الاول عن حاجة مهمة جدا هي السوفت وير تستنج لايف سايكل. طبعا احنا عارفين ان عملية التستنج دي بتكون كذا خطوة، ففي سايكل للتستنج هي دي اللي هناخدها بالتفصيل، وهناخد كل ستيب منها بكل التفاصيل بتاعتها. طيب اول ستيب عندنا هي الريكويرمنت اناليسيس. طب الريكويرمنت اناليسيس دي بتعمل فيها ايه؟ اول حاجه بيقول لك انت بتعمل انالايز للاس ار اس، تمام، وتتاكد انها تيستبل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت بتجيب الاس ار اس بتاعتك دي، بتعمل لها انالايز، وتبتدي تحط تيست كيسز لكل الريكويرمنت. الاس ار اس بتكون عباره عن ان انت بتجيب الريكويرمنت لليوزر اللي انت جمعتها من الستيك هولدرز، وبتكون حاطط جنبها الموديولز بتاعتها، وكمان بتكون حاطط معاها التست كيس. فانا بيقول لك انت بتعمل انالايز للاس ار اس عشان تتاكد ان كل حاجه محطوط لها التست كيسز بتاعتها. تاني حاجه بتجهز الار تي ام. الار تي ام دي بتكون ريكويرمنت تريسابيلتي ماتريكس، دي بتكون كل ريكويرمنت قصادها التست كيسز بتاعتها، وبعد ما ننفذ التست كيسز والكلام ده كله تبتدي بقى تقول ايه التستات اللي عدت وايه التستات اللي ما عدتش والكلام ده كله، تمام. طيب تالت حاجة بيقول لك انت بتحدد نوع التست بتاعك والتكنيك اللي هتستخدمه. تبتدي انت تحدد التستنج تايبس والتكنيكس. رابع حاجة بيقول لك ان انت بتبتدي او بترتب الفيتشرز بتاعتك عشان تعرف ايه الفيتشرز اللي هتركز عليها الايفورت بتاعك، او اللي هتركز عليها التست بتاعك. يعني مثلا الموديول، في موديول معين ده هنعمل عليه تيست اكتر حاجة، او اكتر حاجة محتاجة تيست، فنبتدي ان احنا نحطه الاول، نقول ده اكتر حاجة محتاجة تيست، وهكذا لحد اقل حاجة. طيب بيقول لك بعد كده بتعمل انالايز الاوتوميشن فيزيبيلتي، بمعنى ان انت لو في تقدر ان انت تخلي الموضوع اوتوميشن، تبتدي ان انت تشوف هتخليه اوتوميشن ازاي وينفع ولا ما ينفعش. بيقول لك بعد كده بتبتدي ان انت تحدد ال environment details اللي انت هتعمل فيها testing. تبتدي كده تقول ال environment اللي انت عايز تعمل فيها testing هتبقى عاملة ازاي بالظبط، وتشوف ايه المواصفات بتاعتها. بيقولك بقى الحاجات اللي بتخرج من الفيز دي هي ال RTM لان انت بتجهزها وبتعملها، وال automation feasibility report اللي احنا اتكلمنا عنه. فبيكون report كده بيقولك لو هيحصل automation test هيحصل ازاي، وهل ينفع ولا مينفعش، وهيتعمل عن طريق ايه والكلام ده كله. تاني حاجة التست بلاننج. في المرحلة دي بقى التست ليد او الليدر بتاع موضوع التست ده بيبتدي ان هو يحدد ايه الافورت والكوست اللي احنا محتاجينه للبروجكت ده، وبيبتدي ان هو يجهز التست بلان بتاعتنا اللي هنمشي عليها، تمام. يبقى التست ليدر بيحدد الافورت والكوست اللي احنا محتاجينه عشان نعمل التستنج بتاعنا، وبيجهز التست بلان اللي هنمشي عليها. هنا بيقول لك هو بيجاوب على السؤال وات تو تيست، ايه الحاجه اللي احنا هنعمل لها تيست. ده السؤال اللي بنجاوب عليه في التست بلان. الاكتيفيتيز بقى اللي بتحصل، اول حاجه هو بيعمل بريبريشن للتست بلان او الاستراتيجي دوكيمنت دي، احنا بنبتدي نجهز التست بلان بتاعتنا. تاني حاجه بنختار التست تول اللي هنستخدمها. تالت حاجة بنعمل effort estimation، نبتدي نشوف ال effort اللي هنستخدمه او ال effort اللي احنا محتاجينه عشان نعمل testing ده هيكون قد ايه بالظبط، ونبتدي ان احنا نحسبه. بعد كده بنعمل resource planning، نشوف ال resources اللي احنا محتاجينها عشان موضوع التست، نحدد ال rules وال responsibilities بتاع كل واحد في التيم، و training requirement لو مثلا احنا بنستخدم tool جديدة او method جديدة ما استخدمناهاش قبل كده وفي تريننج مثلا، فبنبتدي نقول والله احنا محتاجين تريننج، ونبتدي ان احنا نجهزه في مرحلة البلان. يعني المرحلة دي بيطلع لي منها التست بلان او الاستراتيجي دوكيمنت، الاتنين حاجة واحدة او الاتنين نفس المعنى يعني. وتاني حاجة الافورت استيميشن دوكيمنت. تالت فيز معانا او تالت مرحلة معانا هي التست كيس ديفلوبمنت. في المرحلة دي بقى ان انت بتعمل ايه؟ بتبتدي ان انت كاريت التست كيسز بتاعتك او التست سكريبتس، تمام، وبتبتدي ان انت تجهز التست داتا اللي هتستخدمها في التست كيسز، تمام. بيقول لك هنا انت بتجاوب على سؤال
do we now have everything in place to run the test؟ احنا دلوقتي معانا كل حاجة وجهزنا كل حاجة عشان نبدأ ان احنا نرن التستات بتاعتنا. الاكتيفيتيز اللي انت بتعملها بيقولك ان انت بتعمل التست كيسز وبتعمل اوتوميشن سكريبتس. انت لو الموضوع يدوي او مانوال عن طريق تيسترز وكده، فبتعمل لهم تيست كيسز يبتدوا ان هم يدخلوها. لو الموضوع عن طريق الاوتوميشن تيست، فبتبتدي ان انت تعمل سكريبت عشان تدخله على التول اللي هتعمل التيست. وبيقول لك هنا تاني حاجة، انت بتعمل ريفيو بقى للتيست كيسز والسكريبتس بتاعتك دي. وتالت حاجة بتكريت التيست داتا. التيست داتا دي اللي هندخلها واحنا بنعمل التيست كيسز او بنطبق التيست كيسز. تمام. طيب بيقول لك بقى اللي بيخرج لي من المرحلة دي التست كيسز او السكريبت بتاعتي والتست داتا اللي انا هعمل بيها التست كيسز دي. رابع حاجة الانفايرمنت سيت اب. بيقول لك هنا بقى انت بتحدد السوفت وير والهارد وير كونديشنز اللي هتعمل فيها التست. هنا بقى انت بتحدد السوفت وير والهارد وير او الانفايرمنت اللي انت هتعمل فيها تست للبرودكت بتاعك. بيقول لك الموضوع ده ممكن يحصل برر، او الفيز دي ممكن تكون برر مع التست كيس ديفلوبمنت ستيج اللي هي الستيب الثالثه اللي احنا اتكلمنا عنها دي. بيقول لك ان الستيب الرابعه والستيب الثالثه ممكن يتعملوا مع بعض في نفس الوقت. طيب الاكتيفيتيز بقى، بيقول لك انت بتفهم الاركتكتشر المطلوب والانفايرمنت اللي مطلوب. تبتدي ان انت كده تقول او تحدد ايه الاركتكتشر بتاع الانفايرمنت اللي هتشتغل عليها، والانفايرمنت سيت اب هيكون عامل ازاي. تاني حاجه بيقول لك ان انت بتجهز الهارد وير والسوفت وير اللي احنا محتاجينه عشان نعمل سيت اب للانفايرمنت دي. تالت حاجه بيقول لك ان انت بتسيت اب التست انفايرمنت والتست داتا ليست. بتبتدي ان انت تعمل سيت اب كده للانفايرمنت بتاعتك وتجهزها، وتجهز التست داتا ليست بتاعتك عشان تدخلها جوه الانفايرمنت دي او تشتغل بيها في الانفايرمنت دي. رابع حاجة بتعمل حاجة اسمها السموك تيست. انت دلوقتي عملت بيلد للانفايرمنت دي، فالسموك تيست دي ان انت بتست الانفايرمنت وتتأكد انها شغالة صح. تمام. اللي بيخرج بقى من هنا بيقول لي الانفايرمنت ready with test data setup. لازم يكون الانفايرمنت بتاعك جاهزة والتست داتا متظبطة ومتجهزة جوه الانفايرمنت دي. وتاني حاجة ان انت بتخرج السموك تيست ريزلت، تقول الانفايرمنت بتاعتي دي خلاص اشتغلت وبقت زي الفل، ما فيهاش عيوب ولا فيها اي مشاكل. خامس خطوة بقى هي التست اكسكيوشن. خلاص احنا خلصنا كل المراحل اللي فاتت، فخلاص نبدأ بقى ان احنا نعمل تيست. بيقول لك هنا ان التسترز بيبتدي ان هو يعمل التستنج بتاعه بناء على التست بلانز اللي احنا حطيناها والتست كيسز اللي احنا جهزناها. تمام. هو في تست بلان هو ماشي عليها، وفي تيست كيسز هو بيستخدمها في عملية التستنج. بيقول لك ان الباجز اللي هو بيلاقيها بيبتدي ان هو يعمل بيها ريبورت كده للديفلوبمنت تيم عشان يعملوا لها كوركشن. وبعد اما الديفلوبمنت تيم بيصلحوا الباج ده او بيصلحوا الديفكت ده، بنعمل ايه؟ بنعمل ريتستنج من اول وجديد. تمام. يبقى التستر لقى باج او لقى مشكلة في البتاع، بيبعت ريبورت للديفلوبمنت تيم بالباج اللي لقاها، يبتدوا ان هم يعملوا كوركشن للباج ويبعتوا الكلام ده للتستر. التستر يبتدي ان هو يعمل ريتست من اول وجديد تاني. طيب الاكتيفيتيز بقى هنا بيقول لك اكسكيوت التست از بير بلان. بيبتدي التستر ان هو يعمل اكسكيوت للتست حسب البلان اللي احنا حاطينه. تاني حاجه بيعمل دوكيومنتيشن للريزلتس اللي بتطلع من التست دي، وبيعمل لوج ديفكت لو حصل فيلد في كيسز معينه. بيبتدي ان هو يسجل الديفكت دي في حاجه اسمها اللوج، اتكلمنا عنها قبل كده. تالت حاجه بيماب الديفكت دي للتست كيسز المكتوبه في الار تي ام. زي ما قلنا الار تي ام بيكون فيها ريكويرمنتس والتست كيسز بتاعتها، وكمان لو في النتيجه بقى بتاعت التست كيسز دي، لو في ديفكت ولا في مشكله او في اي حاجه بيبتدي ان هو يسجلها. بعد كده بيعمل ريتست ذا ديفكت فيكسز. لو في ديفكت الديفلوبمنت تيم صلحوه، بنبتدي ان احنا نعمل ريتست من اول جديد. بيقول لك بيتراك الديفكتس تو كلوجر، بيفضل ورا الديفكتس دي لحد ما يتاكد ان الديفكتس دي كلها
اتصلحت وخلصنا خلاص. طيب ايه اللي بيخرج من هنا؟ بيخرج من هنا ال RTM بتاعتي، ال execution states بتاعتها. ال RTM بتبتدي ان الداتا كلها بتاعتها تكتمل، وبكتب ال execution states جنبها، هل ال test cases عدت ما عدتش، ال bugs حصل فيها ايه. ببتدي ان انا اكتب كل ال details اللي موجودة في ال RTM مكملة. تاني حاجة ال test cases updated with results، ببتدي بقى ال test cases بتاعتي اللي انا كنت مجهزها من الاول اكتب جنبها كده ايه النتيجة اللي طلعت منها. بعد كده بيقول لي تالت حاجة defect reports، اي defect انا لقيته ببتدي ان انا اعمل بيه ريبورت. كل دي حاجات انا باخدها من مرحلة التست اكسكيوشن. سادس حاجة معانا هي التست سايكل كلوجر، دي بتكون اخر مرحلة. في المرحلة دي بيقول لك ان التستنج تيم بيبتدوا بيتقابلوا مع بعض، ويبتدوا ان هم يتناقشوا ويعملوا انالايز للريزلتس اللي طلعت لهم من موضوع التستنج ده. بيقول لك ان هما بيبتدوا بقى يتعلموا دروس ويستفيدوا حاجات من التست سايكل اللي هما موجودين فيها، ويبتدوا ان هما يصلحوا مثلا لو في اي عيوب عشان التست سايكلز اللي جاية. زي يعني موضوع سايكل ده معناه ان احنا كل الخطوات اللي احنا قلنا عليها دي ممكن تكرر تاني وتالت ورابع. فبيبتدوا ان هما يتعلموا من كل سايكل، ويبتدوا ان هما يصلحوا عيوب كل سايكل عشان في السايكل اللي جاية ما نقعش في نفس المشاكل تاني. تمام. وبيعملوا شير للبيست براكتسز مع بعضهم، لو في اي بروجكتس في المستقبل هيشتغل عليها تكون شبه البروجكت ده. بمعنى ان احنا مثلا لو اشتغلنا على البروجكت ده بطريقة معينة كانت كفاءة ومؤدية وزي الفل، خلاص هنسجل الطريقة دي عشان نبتدي ان احنا نستخدمها لو قابلنا اي بروجكت تاني شبه البروجكت اللي كنا شغالين عليه. تمام. طيب بالنسبة للاكتيفيتيز، فاحنا عندنا اول حاجة ان احنا بن evaluate ال cycle completion criteria. احنا بنقول احنا ال cycle بتاعتنا دي خلصت بناء على ايه. بنبتدي ان احنا نقول والله التايم اللي خدناه كذا، ال coverage كانت كذا، ال cost كذا، ال business objectives اللي وصلنا لها كذا، وال quality كانت كذا. نبتدي ان احنا نجهز الكلام اللي هنقوله في موضوع الكلوشر، لان احنا هنكتب الكلام ده ريبورت. تمام. تاني حاجة بيقول لك انت بتجهز التست ماتريسيز بناء على البارامترز دي، ان انت هتبتدي ان انت تقيس البارامترز دي. يعني تقول والله السايكل دي خدت مننا وقت قد كذا، يعني وقت كذا، كانت مغطية الريكويرمنتس بنسبة كذا، الكوست بتاعها كان كذا، الكواليتي بتاعتها كانت كذا. ففي ماتريسيز معينة بتقدر تقيس بيها الكلام ده كله، تبتدي ان انت هنا تجهزها. تالت حاجة ان انت بتعمل دوكيومنتيشن بقى للحاجات اللي انت اتعلمتها من البروجكت ده. رابع حاجة بتجهز التست كلوشر ريبورت. خامس حاجة بتبتدي ان انت تعمل ريبورت كده، ده بيتبعت للكاستمر، بيكون بتتكلم جواه على الكواليتي بتاعت الورك برودكت بتاعه. اخر اكتيفيتي هي ان انت بتعمل اناليسيس للتست ريزلتس بتاعتك عشان تعرف الديفكتس بتاعتك متوزعة ازاي في البرودكت او في السيستم بناء على التايب بتاعها، وقد ايه هي صعبة او قد ايه. يعني انا ببتدي ان انا اقول والله بعمل اناليسز للتست ريزلت بتاعتي عشان اقول والله الديفكتس متركزة في الحتة الفلانية، ده والله الموديول كذا في ديفكتس وحشة جدا جدا، ممكن تعمل فيلير جامد اوي اوي في الابليكيشن، بس في ديفكتس موجودة في الحتة الفلانية مثلا عادي ممكن اليوزر ما ياخدش باله منها، او ممكن ما تأثرش على الموضوع قوي. تمام. وفي الاخر بيخرج لي من المرحلة دي التست كلوشر ريبورت والتست ماتريسيز اللي احنا قلنا عليها. دلوقتي هنتكلم عن حاجة اسمها السوفت وير تيستنج استيميشن. الاستيميشن ده هي بيقول لك طريقة او اكتيفيتي بقدر اعرف بيها التاسك دي هتاخد قد ايه. تمام. او هتاخد وقت قد ايه لحد ما تخلص. اوكي. بيقول لك في عندي طريقتين او عندي تو تكنيكس ان انا اعمل بيهم استيميشن. اول حاجه المتريكس بيزد تكنيك، وده ان انت بتعمل استيميت للتست ايفورت بناء على ماتريسيز كانت موجوده عندك من الاول، سواء كانت من بروجكتس انت اشتغلت عليها قبل كده او values معينه محفوظه. تمام.
الاكسبيرت بيست تكنيك ده معتمد على الاكسبيرينس بتاعت الليدرز او الاونرز اللي موجودين في التستنج تاسكس. تمام، يبقى احنا قلنا الاستيميشن ان انا بقيس التاسك، التست تاسك دي هتاخد مني وقت قد ايه، وفي منها نوعين. اول حاجه قلنا الماتريكس بيست تكنيك، ودي انت بتعمل استيميت للتست ايفورت بتاعك بناء على بروجكتس انت اشتغلت عليها قبل كده، او بناء على values معينة محددة بتستميت على اساسها. تمام، طيب تاني حاجة الاكسبرت بيست تكنيك، وقلنا ان هو بيكون معتمد على الاكسبيرينس بتاعة الاونرز بتوع التستنج او الليدرز، والموضوع ده بيكون بناء على الخبرة كده. هو الراجل بيبص على البروجكت ويشوف التستنج يقول احنا هناخد فيه وقت قد كده. تمام، لكن في الماتريكس انت بيكون عندك بروجكتس قبل كده اشتغلت عليها مثلا، فعارف انت هتاخد وقت قد ايه، تقول والله هناخد وقت قد كذا، او بيكون عندك values كده ثابته عامه تقول لك ان انت المفروض تشتغل وقت قد كذا. طيب بيقول لك وانت بتعمل استيميت لازم تحط في دماغك التيم سكيلز والكومبلكسيتي بتاعه الابلكيشن والهيستوريكال داتا اللي موجوده عندك والريسورسز افيلابيليتي والسيستم انفايرمنت اللي انت شغال فيها. في عندنا تكنيكس مختلفة للتستنج استيميشن، هنتكلم عن كل واحدة فيهم. تقريبا احنا خدنا الكلام ده في السيستم اناليسيس. طيب اول حاجة البيرت استيميشن تكنيك. البيرت استيميشن تكنيك يا معلم ده عبارة عن قانون بيقول لك ان التست استيميت بتاعك بيساوي او زائد 4 في ام زائد بي على 6. الاو ده بيقول لك ان هو البيست كيس سيناريو بتاع التست بتاعك، اللي هو انت ماشي زي القطر كده ومفيش اي حاجة طلعت غلط معاك خالص، فده البيست كيس سيناريو، الوقت بتاع البيست كيس سيناريو. الام ده هو الموست لايكلي، يعني لما يقول لك ان هو غالبا او في اغلب الاوقات احنا في التستنج في الحتة دي بناخد وقت كذا، فده ده النورمال كيس، يعني دي الحالة العامة او الوقت اللي بيطلع اغلب الاوقات. البي ده بقى هو ده الورست كيس، فلنفرض ان انت بتعمل تيست كده وكل حاجة طالعة غلط، الدنيا كلها بايظة، فده الورست كيس بقى. ده مثال على الـ على الـ على البيرت استيميشن تكنيك، وده كان جه في الامتحان فعلا بتاع السيستم اناليسز انا فاكر بنفس الارقام. بيقولك انت عندك دلوقتي بتعمل استيميت لحاجة معينة او لشغل معين، بيقولك الموست لايكلي بياخد 10 ساعات، والبيست كيس 6 ساعات، والورست كيس 20 ساعة. انت تبتدي ان انت ايه تعوض في القانون بتاعك. اول حاجة البيست كيس اللي هو 6 ساعات زائد 4 في الحاجة اللي بتتكرر كتير اللي هي 10 ساعات، اللي بيقول لك يعني غالبا بيكون 10 ساعات، زائد الورست كيس 26 او 26 26 ساعة. كل ده اتجمعه ومقسمه على 6، طلع هنا كام؟ 12 ساعة. كده انا عملت استيميت للورك ده، انا قلت والله الشغلانه دي كده كلها على بعضها تاخد 12 ساعه شغل. طيب بعد كده عندنا تاني نوع هو ال WBS او الورك بريك داون ستراكشر تكنيك. الورك بريك داون ستراكشر تكنيك ده بتعمل ايه؟ بيقول لك اول حاجه انت بتعمل بريك داون للتست بروجكت بتاعك لاجزاء صغيره. انا معرفش ايه حوار البريك داون ده، بس المهم يعني انت بتجيب التست بروجكت بتاعك تقسمه لحتت صغيره. بيقول لك الموديولز دي او الحتت دي بتقسمها لسب موديولز، السب موديولز دي بتقسمها لفانكشناليتيز، الفانكشناليتيز دي بتقسمها لسب فانكشناليتيز. بعد كده بتعمل ريفيو لكل التستنج ريكويرمنتس بتاعتك عشان تتاكد ان هم محطوطين في دماغك وانت شغال على السب فانكشناليتيز دي. وفي الستيب السادسه بتبتدي ان انت تحدد عدد التاسكات اللي المفروض التيم يخلصها. وفي الستيب الرابعة بتستميت الافورت. وفي الستيب التامنة بتستميت الديوريشن. ستيب 7 دي الافورت، تمام، والستيب 8 الديوريشن، كل تاسك هتاخد قد ايه. تمام، بتشوف الافورت والديوريشن بتاع كل تاسك هيكون عامل ازاي. طيب النوع التالت بقى والتكنيك التالت هو الوايت باند. الوايت باند ده بيكون هو ال WBS، بس بنزود هنا حاجة، بنجيب تيم، التيم ده متكون من 3 ل 7 ممبرز كده، بيعملوا ري استيميت للتاسكس بتاعتنا.
بنديهم التاسكات بتاعتنا اللي احنا عملنا لها استيميت دي، ونقول لهم يا جدعان قولوا لنا رايكم بناء على الخبره بتاعتكم. فاول بيقولك ان الفاينل استيميت بتاعنا ده بيكون عباره عن التيم اجريمنت على الموضوع ده، يعني احنا بنديهم الاستيميت اللي احنا عملناه وهم بيتشاوروا مع بعض كده وبيشوفوا بخبرتهم هل اللي احنا عملناه ده صح ولا لا، ولو في تعديلات يعدلوه. بيقولك ان الميثود دي معتمده على الاكسبيرينس اكتر من الاستاتستيكال فورمولا، يعني مفيش عندنا قانون ومفيش اي حاجه، لكن الموضوع معتمد على خبره الممبرز اللي احنا اتكلمنا عنهم دول. بيقولك ان هما اخر حاجه ان هما شغالين بحاجه اسمها الجروب اتريشن عشان يبتدوا يشوفوا البروبلمز او المشاكل اللي حصلت في وانا باستيميت التست ايفورت، وابتدوا ان هما يحطوا خبرتهم في الموضوع عشان يخلوا الموضوع احسن او يراجعوا الاستيميشن اللي انا عملته او الاستيميت اللي انا عملته. بعد كده عندك ال percentage distribution. انا بجيب ايه في الاول كده، بكون في ال software development life cycle بقول ان ال effort بتاعي في كل phase هيكون كام في المية. ال project management مثلا هياخد 7% effort، ال requirements هتاخد 9%، ال design رقم، ال coding رقم، ال testing رقم، وهكذا. كل حتة بتكون واخدة النسبة بتاعتها. طب انا النسب دي بديها على اساس ايه؟ او النسب بتاعت الايفورت دي بوزعها على اساس ايه؟ بوزعها على اساس ان انا اشتغلت على بروجكتس شبه البروجكت اللي انا شغال عليه دلوقتي، فخلاص بقيت حافظ، بقيت عارف ان الريكويرمنتس هتاخد كذا، الديزاين هياخد كذا، الكود هياخد كذا، التيست هياخد كذا، وببتدي ان انا اوزع الايفورت بتاعي بنسب. اجي بقى عند النسبة بتاعت التستنج دي واقسمها، اقول والله انا الفانكشنال سيستم تيستنج هياخد 65% والنون فانكشنال سيستم تيستنج هياخد 35%، تمام، من نسبة الايفورت المخصصة للتيستنج. انا خصصت نسبة معينة للتيستنج، هنا كان بيقول لي مثلا 27 لكل الفيسز. بعد كده بعمل ايه؟ بقسم الايفورت بتاع التيستنج ده على حسب انا اقسمه ازاي. هنا اقسمه فانكشنال ونون فانكشن. بيقول لك الموضوع ده بقى معتمد على ان انت اشتغلت على بروجكتس قبل كده شبه البروجكت اللي احنا شغالين عليه، ومعتمد على الاكسبيرينس بتاعت الناس اللي شغال. طيب اخر حاجه بقى خالص هي الاكسبيرينس بيزد استيميشن. ده بيكون عباره عن ايه بقى؟ ده بيكون عباره عن ان انت اشتغلت على ابلكيشنز شبه الابلكيشن اللي انت شغال عليه، وكمان عندك اكسبيرينس او الناس اللي شغاله معاك عندها خبره من الشغل في موضوع التستنج ده، فبيبتدوا ان هم يقولوا والله احنا الايفورت بتاعنا هيكون كذا، احنا هناخد وقت كذا، كل سايكل مثلا او كل فيز في التستنج هتاخد كذا وكذا وكذا. فالموضوع هنا كله معتمد على الاكسبيرينس، معتمد على ان انت اشتغلت على بروجكتات شبه البروجكت اللي انت شغال عليه ده قبل كده كتير. يعني هنا بقى نتكلم على السوفت وير تيست ميتريكس. بيقولك ان المتريك ده بيكون عبارة عن quantitative measure of the degree to which a system او ال system component او ال process بتحقق attribute معين. يعني بيكون في attribute معين موجود في ال system او موجود في component او موجود في process، انا بكون عايز اقيسه، اطلع له quantitative value كده او value او رقم، تمام. فبيقولك المتريك هي اللي بتعمل كده. بيقول لك انها بتساعدك ان انت تستميت البروجرس والكواليتي بتاع السوفت وير تيستنج ايفورت بتاعتك، عشان بعد كده تمبروف الافيشنسي والافكتفنس بتاعت السوفت وير تيستنج بروسس. انت بتبتدي ان انت تستميت البروجرس بتاعك، تستميت الكواليتي بتاعت التيستنج، وعشان بعد كده تمبروف الافيشنسي بتاعت التيستنج بروسس بتاعتك. بيقول لك بنعرفها عن طريق انها او بنعرفها جملة الستاندرد of measure. الرسمة دي بتاعتك هي ال standards of measure، ال scope وال schedule وال cost. مظنش ان الرسمة مهمة او مش عارف بصراحة، بس احفظه شكلها كده ايه احتياطي. هنا بيجيب لي examples بقى على ال test metrics. اول حاجة ال schedule slippage. ال schedule slippage ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال actual end date ناقص ال estimated end date اللي انت كنت حاسبه على ال planned end date ناقص ال planned start date مضروب في 100. ده قانون ده، تمام. هنا في قانون تاني بيقول لك عدد التيست اللي انت عملت لها run
في تايم معين، فهو عدد التستس على التوتال تايم. تمام، الفيكسد ديفيكس ديفيكس برسنتج الديفيكس اللي انت صلحتها على الديفيكس كلها اللي انت عملت بيها ريبورت في المية، يعني دي نسبة الديفيكس اللي اتصلحت. تقسم الديفيكس اللي اتصلحت على الديفيكس كلها اللي طلعت لك وعملت بيها ريبورت وتضرب في 100. تمام، طيب التست كيسز بيقول لك انت عايز تقول تعرض الاكسكيوشن ستيت بتاع التست كيسز في شكل نسبة، فبيقول لك البرسنتج بتاعت التست كيسز اللي حصل لها اكسكيوشن، بيقول لك عدد التست كيسز اللي حصل لها اكسكيوشن او عدد الاكسكيوتد تست كيسز مقسوم على التوتال نمبر بتاعت التست كيسز مضروب في 100. يعني احنا كتبنا 1000 تيست كيس، تمام، عملنا اكسكيوشن مثلا 950 850، فعايزين نعرف النسبة، من خلال القانون ده بنحسب النسبة. تمام، بيقول لك بنفس الطريقة بقى تقدر تحسب اي بارامترز تانية للتست كيسز، يعني مثلا تقدر تحسب نسبة النوت اكسكيوتد، نسبة الحاجات اللي عملت باس، الحاجات اللي عملت فيل، الحاجات اللي حصل لها بلوك، الكلام ده كله. واخر حاجة معانا هي requirement creep، هي انت بتقسم التوتال ريكويرمنتس اللي انت زودتها على عدد الانيشال ريكويرمنتس اللي كانت معاك وتضرب في 100. بمعنى ايه؟ بمعنى انت عايز، انت دلوقتي في ريكويرمنتس وانت بتعمل تيست او وانت شغال مثلا بتزودها، تمام، وبيكون عندك ريكويرمنتس انت مجمعها اصلا من البداية، فبيقول لك انت عايز تعرف مثلا نسبة الريكويرمنتس اللي انت زودتها دي بالنسبة للي كانت معاك في الاول قد ايه، فبتبتدي ان انت تقسم الريكويرمنتس اللي انت زودتها على عدد الانيشال ريكويرمنتس وتضرب الرقم في 100. هي دي الريكويرمنت كريب، دي كانت اخر متريك معانا. هنا بنتكلم على الانتري كريتيريا. الانتري كريتيريا دي هي بيقول لي المينيمم سيت اوف كونديشنز اللي لازم تكون موجودة عشان ابدا السوفت وير تيستنج بتاعي. يعني من خلال الانتري كريتيريا هي بقدر اعرف الكونديشنز اللي المفروض تكون متوفرة معايا عشان أبدأ السوفت وير تيستنج. بيقول لك من خلالها انت بتقدر تحدد التست اكتيفيتي او امتى التست اكتيفيتي بتاعك المفروض ان هو يبدأ. تمام، على اساسها بحدد امتى التست اكتيفيتي بتاعتي المفروض انها تبدأ. طيب امثلة على الكلام ده، بيقول لك ان انت بتعمل فيريفاي ان التستنج انفايرمنت موجودة وجاهزة ان انا اشتغل بيها. تمام، بتعمل فيرفاي ان التستنج تولز اللي موجوده في الانفايرمنت جاهزه عشان اشتغل بيها. فيرفاي لان الكود اللي انا هعمل عليه تيست معايا. تمام، التست داتا اتاكد انها متوفره واتاكد ان الداتا دي مظبوطه وصح و100. بعد كده تاني حاجه عندي الاكزيت كريتيريا. الاكزيت كريتيريا بيقول لك هي دي المينيمم سيت اوف كونديشنز واكتيفيتيز اللي المفروض تخلصها السوفت وير تيستنج عشان اقدر اقول ان خلاص كده السوفت وير تيستنج بتاعي هيقف، او خلاص انا خلصت التيستنج بتاعي. فالاكزيت كريتيريا قلنا ان هي الكونديشنز او الاكتيفيتيز اللي بتحدد على اساسها ان السوفت وير تيستنج بتاعك خلاص خلص ومفروض ان هو يقف. تمام، بيقول لك احنا بنستخدمها عشان ديترماين ان التيست اكتيفيتي بتاعتنا دي كومبليتد ولا لا. على اساس الاكزيت كريتيريا دي انا بحدد هل التست اكتيفيتي بتاعتي خلصت ولا ما خلصتش. بيقول لك ان الاكزيت كريتيريا بتكون متعرفه في التست بلان، بتكون معرفينها في التست بلان. امثله بقى عليها، بيقول لك مثلا ان انت تفريفاي ان كل التستات اللي انت عملت لها بلان اترنت. تمام، كل التستات اللي انا كنت مخطط انها تترن اترنت، فخلاص بقى نوقف التست. او مثلا انا كنت قلت انا عايز اغطي الريكويرمنتس بتاعتي بنسبه 30، بنسبه 80%، 90%، خلاص الريكويرمنت اتغطت بنسبة 80% خلاص دي الايه، نبتدي ان احنا نقفل الشغل بقى. مثلا لو مفيش كريتيكال او هاي سيفيريتي ديفكتس موجودة، تمام، يعني مفيش مثلا ديفكتات جامدة تخلي البرنامج بتاعي او السيستم بتاعي يقع، خلاص اقفل الدنيا. الهاي ريسك اريوس كلها اتعملت تيست في اماكن معينة مثلا في او موديولز معينة في السيستم بتاعي فيها بيظهر فيها اكبر عدد من الديفكس او اكبر عدد من المشاكل، خلاص انا عملت لهم تيست وطمنت لهم، اقفل الدنيا وخلاص على كده. بيقول لك مثلا لو الاكتيفيتيز بتاعتك خلصت within البروجكت
البروجكتد كوست، الكوست اللي انت حاطه، او التايم لاينز اللي انت حاطه. خلاص انت خلصت الاكتيفيتيز بتاعتك والدنيا خلصت، خلاص قفل بقى مرحلة التست او السوفت وير تيست. دي طبعا التست ماب بتاعت التست بروسس، المايند ماب قصدي بتاعت التست بروسس.